الحمد لله رب العالمين الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا البطل الشهيد كان من أعز الناس لي، وكان بداية الأحداث، كان مع صلاح الدين وحاج مختار، وكان لا يخاف الموت ولا يهاب الموت، حتى إذا أصاب أحد أصدقائه في جبهة لا يتركه أبدا مهما كان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. في نفس الليلة ردنا بعد ردناه ورديناه ريت الشجاعة اللي قاتل بها حتى ما نمتلكهاش. قعد ما كان متخدر ما يعلمش باللي حوله، يعني اليوم الثاني قال ضروري ما ننزل للميدان، ضروري ما نعدي نشوف جماعتي، ضروري ما نوريهم الخطة، ضروري نرقي حتى معنويات. ما يقدرش حتى يتحرك، ما يقدرش حتى يمشي، ما يقدرش حتى يدوي، وماشي للجبهة، ماشي بيشوف أصحابه وبيطمن على جماعته. هذه ما هيش أخلاق شخص عادي، يعني ما هوش إنسان عادي. وفعلا يعني بطولاته وتاريخه يشهدنا بالكلام. يا حي يا قيوم يا بديع. نرويله انا دائما في طبعا سجل، طبعا نرويله في حكايات على الجهاد وكيف كانوا المجاهدين، ايوه دائما طبعا تناقشنا في هذا. من الظروف اللي شايفها هو ما فيش حاجه يكره. شو بنقول لك، واحد فاقد امه هو عمره 4 سنوات ومعيشتهم في سبها وعر شويه، كل سلاح ومشاكل وضرب والى اخره وتهريب وعصابات، وكانك ما تجريش وكانك ما تجريش على لقمه العيش ما تحصل شيء. طبعا عارف انت اللي شدوه على السلاح قبل شو يكون مصيره، سبهاوي كيف وين مني حصلت سلاح، قال من واحد قدافي حولوه على جنب، منين الاطلاقات هذينا، من فلان الفلاني عدوا جابوه حكموا عليه ب 12 سنة. عند ما علم بأني عندي ابن يقاتل في الجبهة يحاولوا انه يرهبوني انا والعائلة، اعتدوا حوالي الساعة 2 في الليل وصلوا الباب هذا. غافر الذنب وقابل التوب. ماشي من اجل القتال، هو مش من اجل انه ماشي هو سياحة ولا كذا، يعني في اي لحظة بيجيني خبر انه توفى. وكانت مشاركة كتيبة شلقم يعني معروفة تكلمنا عليها، الى جاء اليوم اللي هو شدوا فيه جو المكان معين كان فيه 3 أو 4 اشخاص من كتائب القذافي في زي الـ زي الـ زي الـ زي الحفرة نازلة شوية فيها مجموعة شجر، وكاين عندها احداها واحد مصاب من التوار مش من مجموعتنا احنا. جماعة يشوفوا فيه من بعيد ان اول ما انضرب طاح على طول. يعني everyone started shooting in the trees. Everyone the RPGs, the clashes, the BKT, the 14.5 like lift المفتاح like it was giving no response. So after 1 hour, his call was after the guys found Muammar Gaddafi. His last like, I don't care for Gaddafi. We're like, Busayf is getting shot. How could we lead ourselves and trust them for a limited degree? I mean, like, if anything Busayf is want us to do, we will do, because I know it's the right one. But when he's fallen, like, what we should do after that? Yeah, I thank God that the war ended that day. لكم